السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم وصفة لو سابلي، راح يجي يعني بأتم معنى كلمة سابلي، يجي مرمل وكي تاكلوه في فمكم راح يدوب، وفي نفس الوقت راح يكون اقتصادي، يعني راح نديرو بيضة كاملة مراحش نديرو بصفار البيض. دونك لهاد الوصفة راح نحتاجو 250 غرام مارغارين، 150 غرام سكر ناعم، 200 غرام مايزينا، ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، نصف ملعقة صغيرة بيكربونات، ملعقة كبيرة فانيليا، وحبة بيض. وراح نحتاج الفرينة باش نطمو العجينة. راح نوريكم القوام اللي لازم تحصلوا عليه. حاجة الأولى راح ندير السكر الناعم مع المارغارين، وراح نخلطهم مليح حتى يتجانس الخليط مليح السكر والمارغارين. الوغ تخلطو مليح، لازم لامارغارين أو السكر الناعم يدخل مليح لامارغارين، هكذا هنا. بعد ما دخل السكر مليح مع المارغارين راح نضيف الحبه تاع البيض. بسم الله. ونحاولوا كيفاش ندخلوها مليح مع الخليط. ندخلوا مليح الحبه تاع البيض، ديرولها هكذا. هنا بعد ما دخلت البيضه مليح في المارغارين راح نبدا نضيف بقيه المكونات الجافه. راح نبدا بالمايزينا ونحط معها الخميره الكيميائيه، الفانيليا والبيكربونات. بسم الله. وراح نبدا ندخل يعني فيهم في الخليط تاع السكر الناعم والبيض والمارغارين. فوالا، ندخلو بالعقل فقط هكذا. وهنا راح نبدا نضيف في الفارينة حتى نتحصلو على القوام اللي راني حوست عليه. الوغ بالنسبة للفارين للعجينة، كي تحبو تعرفو القوام جامي تمسوه باليد اللي راكم تخدمو بيها، دايما تمسوه باليد الناشفة. هنا هنا ما لازمش تكون عندكم عجينة يابسة، لازم تكون طرية نوعا ما. الوغ باغ تشوفوها بدات يعني تتنحى من يدكم، يعني تما تعرفوا بلي سي بون، يعني تكون طرية وما تلصقش في نفس الوقت. دونك هنا ضيفو غير بالعقل الفارينة باش ما تغلبكمش. هنا كيفاش تعرفوا باللي العجينة واجدة؟ تحطوا يدكم تعبزوا هكذا نحو يدكم، ما لازمش تكون فيها العجينة. فوالا، هنا تعرفوا باللي سي بون العجينة ديالنا راهي واجدة. هنا جبت ورق طهي، حطيت العجينة ديالي فوق ورق طهي وراح نفتح العجينة. هنا لاستوس، ما لازمش تزيدوا لها فارينة اكثر من الكيل اللي درناه لها، يعني ما نحلوش عجينة السابلي بالفارينة. دونك راح نحاول كيفاش نفتحها.
على هنا راح ندير الكمية قبل ومن بعد نكمل. هنا وراح نحاول نفتحها. بسم الله. هنا بعد ما نفتحها نحاول نسوي لها السطح ديالها، ديرلها هكذا باش تكون كامل على نفس السمك. هنا هكذا هنا حوالي 4 مليمتر، لانه راح نديرو يعني 2 راح نلصقوهم. فوالا دونك راح نبدا نطبع. بسم الله. وهنا راح نجيب موز، راح نجوز الموز هنا من تحت تحت الحبة. بسم الله. ونرفدها هنا ونحطها فوق لو بلاطو ديالي، نكون درت له ديجا ورق الطهي. فوالا، وحتى نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة ونحطها فوق لو بلاطو نكون درت له ورق الطهي. هنا كي تجيو تطمو العجينة تاعكم باش تزيدو تعاودو تفتحوها، هنا ما تعجنوهاش، حاولوا كيفاش طموها فقط هكذا، ما لازمش تعجنوها. هنا تعبزوها برك هكذا وتعاودو تفتحوها بنفس الطريقة، يعني بلا ما تعجنوها. هنا بعد ما حطيتهم في البلاتو راح نحطهم يطيبوا على 160 درجة مئوية، نشعل الفور من تحت ونحط لاكين تاعي في الوسط، ياخدوا ان ديجا كولور دوغي، ما لازمش يحمروا. هنا بعد ما لي سابلي طابوا شوفوا كيفاش يجوا، يجوا دوغي من تحت ومن الفوق يقعدوا بيوضة. راح ندير لهم المربى باش نقعدوا في نفس الموضوع تاع الاقتصادي. هنا جبت مربى الباذنجان بذوق الفريز، كنت درته لكم من قبل، راح نخلي لكم الوصفة ديالو في صندوق الوصف. راح ندير كمية، نديرو كمية قليلة فقط، قسمين سقولي برك لي سابلي. فوالا نديرو هنايا كامل المساحة تاع لو سابلي هكدا. نجيبو هادي لي تجي من الفوق ونحطوها. فوالا نضغطو شوية فقط ماشي بزاف. فوالا ونحطوها، نكمل نفس الشيء بالنسبه للاخرين. هنا بعد ما لصقتهم راح نجيب صفايه ندير عليهم سكر غلاس. بسم الله هكذا. بهذه الطريقه لو هنا اللي تحب تغطيهم كامل تغطيهم كامل. انا نحب نخلي شويه يعني لاباط تبان باش يجيني شوية مشتي. ومن بعد راح نعمر هذيك الحفرة بالمربى تاع الباذنجان. فوالا بهذه الطريقة حاول كيفاش نسقمها. فوالا ونكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. هاوليك سابلي الاقتصادي بمربى الباذنجان، شوفوا ما شاء الله يشهي. ترافقتو بنفس المربى تاع الباذنجان اللي كنت خدمت به. شوفوا راح نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش يجي. الوغ شوفوا مليح، ما راحش نضغط بهادو فقط. بسم الله. شوفوا شوفوا يعني بلا ما نضغط ما والو، بهادو فقط يعني تقسم وحده. وشوفوا مليح هنايا باش تتاكدوا بلي سي لو فري سابلي. شوفوا كيما الرمل لو فري سابلي. فوالا تقدروا تعتمدوا هذه الوصفه باش ديروا بها كل انواع
الحلويات اباز دو بات سابلي، هذوك اللي يجوا في السيليكون ولا اي شكل حبيتوه. دونك اللي عجبتها الوصفه دير جيم وتخلي كومونتير. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.